أما فقرتنا التالية زينب فمن مديرية التربية خصوصا يلي أطلقت حملة للسيطرة على العنف الموجه ضد الأطفال والتي سوف تعمم على جميع المدارس في سوريا، فما هي أهم النقاط الأساسية التي يجب العمل بها لمعالجة هذه الظاهرة بشكل فعلي وخاصة في ظل هي الظروف يلي عم نعيشها بعد عدة سنوات من الحرب على سوريا؟ أكيد رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع وبالتفصيل، بس حتى أكيد نقول صباح الخير للدكتورة بيت سليمان مديرة البحوث في وزارة التربية. صباح الخير دكتورة. صباح النور. أهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يعني عم نحكي عن حملة ضد العنف ضد الأطفال، أول شيء خلينا نحكي سبب إطلاق هالحملة بهذا الوقت يعني بالذات. طبعا موضوع العنف هو موضوع مرفوض بكل المقاييس، ويؤسفنا جدا انه نتيجه العنف انه نحن نخسر احد ابنائنا من الطلبه. طبعا الحادثه حدثت في مدينه حماه في احدى مدارس مدينه حماه نتيجه شجار ما بين تلميذين مع بعضهم البعض، وهذا الشجار يعني كان على امور يعني بسيطه، ما هي امور بالباحه يعني بباحه المدرسه، ما في عداوه مسبقه، ما في تصميم للحدث اطلاقا. وانما كان عباره عن تشاجر، ويعني طالب حط اجره قدام الثاني فتفركش، التفت لوراء ضرب الطفل، ضرب زميله ضربه ادت الى بمنطقه يعني على القلب ادت الى الوفاه بشكل مباشر. سمعنا عنها شفناها. وهذا يؤسفنا جدا انه نحن يعني نمطيه الاليه الشجار انه مثلا يوصل لهي الحالات يعني اصعب شيء هي حاله الموت. وهي كانت لذلك يعني طبعا وزارة التربية من عام 1952 عندها قوانين تنص على منع العنف والضرب سواء كان من قبل المعلم تجاه التلاميذ أو من قبل التلاميذ فيما بينهم فيما بعضهم البعض. هذا جانب، بالإضافة إلى جانب آخر وهام جدا هو أن الطلاب يعني عندما يتشاجرون مع بعضهم البعض دائما نحن لدينا يعني سياق اجتماعي دائما من قبل الأسرة أنه عليك أن تأخذ حقك بيدك، وهذه نقطة سلبية أيضا طبعا. يجب التوجه إليها. ذلك أن وزارة التربية صحيح أنها تطلق هذه الحملة في جميع مدارسها، وخاصة السيد الوزير الدكتور دارم طباع أطلق هذه الحملة، وان شاء الله سوف يعني خلال ايام قليله سوف يتم القيام بها بشكل مباشر، ولكن الان تم التحضير اليها والتعميم على جميع المدارس بان تقوم بانشطه يعني لحل الخلاف، اي يعني بمعنى اداره الخلاف ما بين التلاميذ فيما بينهم البين. نعم. للأسف دكتورة عم نحكي عن ظاهرة العنف اللي هي منتشرة يمكن بين الأطفال أو حتى الأولاد اليافعين بالمدارس، وعم نشوف أحد المشاكل اللي تفاقمت لدرجة الموت. اليوم لحتى نطبق هي الحملة بشكل صح لازم يكون في قوانين يمكن رادعة أو حتى عقوبات لأي شخص بخالف هي القوانين، فخبرينا شو هي النقاط اللي حطتها وزارة التربية لردع بعض الأشخاص وبعض الأسر يمكن يلي ما عندها ثقافة التربية الصحيحة الصحيحة السليمة والمسالمة لأطفالها لحتى تربيهم وتبعتهم على المدارس. هلا شوفي الحملة رح يكون لها أكثر من بعد، في عنا بعد توعي، في عنا بعد قانوني لها، نعم. في عنا بعد القيام المدرسين بهذه الحملة، وهذا أهم مسألة أن المعلم هو الذي سوف يقوم بهذه الحملة مع إدارة المدرسة مع المرشدين داخل المدرسة بالتعاون أيضا مع الأسر. يعني بالنهاية نحن يجب أن تكون مسألة العنف ليس مسألة تخص وزارة التربية بالتحديد، وإنما هي تخص مجتمع كامل بمفرداته الثقافية والاجتماعية التي ينطلق من خلالها الطفل. الطفل يأتي من بيئة هي نفسها تريد أن يحل يعني ولدها عن طريق أنه عليه أن يأخذ حقه بيديه، ودائما وأبدا تؤكد الإسراع هذا الموضوع، وهذا خاطئ جدا. يجب علينا تغيير ذهنية العقاب، ذهنية الحل المشكلات عن طريق العنف. هذا موضوع يعني لابد من الانطلاق نحوه، وخاصة أننا بعد هذا الحرب شهدنا مآسي كثيرة جدا من الآلام من العنف سنوات الدامي من العنف طويلة. كان هنالك عنف دامي جدا لحل يعني لأبسط الأشياء كان هنالك يكون لدينا عنف. لذلك يعني وزارة التربية سوف تقوم بهذا الموضوع بشكل كامل جدا، وخاصة بالتعاون مع مجموعة من وزارات الدولي، لأن الموضوع مثلا وزارة الإعلام يعني هذا كثير نقطة مهمة أنه تسلط الضوء من خلال البروشورات من خلال مانشتات من خلال مسلسل يعني
يشير الى مساوئ العنف، الى يعني كثير هذا الموضوع، لانه المساله مساله توعيه، اذا لم يكن لدينا توعيه نحن لن نستطيع ابدا اطلاق اي مفهوم، لانه مساله العقاب يعني نحن لا نريد ان نركز العقاب من اجل العقاب، وانما نريد ان العقاب هو لفت الانتباه الى ان هذا التصرف خاطئ، وهذا ما تقوم به الحمله من بدائل العقاب، يعني هذا النقطه الاساسيه، لانه مثل ما قلنا الصفعه تولد الصفعه، نحن لا نريد ان نؤكد على موضوع العقاب إلا من الزاوية القانونية التي تنص عليها قوانين وزارة التربية وهي منصوص عليها، وسنويا يتم التأكيد على هذه القوانين، سنويا يتم تجديد والتأكيد عليها بمنع العنف بشكل كامل، لكن مع الأسف الشديد بيأسفنا أنه حتى الآن أنه حتى يعني من قبل المعلمين يقوموا بفعل الضرب، الآباء يضربون أبنائهم، الطلاب بالتالي ماذا يمتلك هذا الطفل؟ يمتلك ثقافة، هو تنتج لدينا هذه الثقافة التي من خلالها أن الطالب يقوم بضرب الطالب، وهنا تكون المأساة الكبيرة كما حدث مع الطفل مصطفى. نعم دكتورة، طب مين رح يكون المسؤول أو المراقب عن حملة ضد العنف بالأطفال بالمدارس، وخاصة عم نلاقي أنه أحيانا بيكون في تعنيف حتى من قبل بعض المدرسين بطريقة الكلام ممكن، أو بسبب غيرة بين الطلاب، بتسبب شيء بين الطلاب. اليوم قد ايه مهم كمان دور المدرسة، قبل ما نحكي عن دور الأهل لأنه هو الأساس، دور المدرسة اليوم مين رح يكون المراقب والرقيب على العنف ضد الأطفال؟ طبعا سؤالك كتير مهم، وأنا كثير يعني منأكد عليه لأنه هو موقع أكاديمي، المدرسة أكاديمية، لذلك كثير مهم أنه نحن نأكد على البدائل العقاب وليس على العقاب كما ذكرت من أجل العقاب، لأن هذا الموضوع لن يؤدي إلى يعني الكف عن السلوك الخاطئ، يجب أن يتم التركيز على إدراج المفاهيم بأبعاد السلوك الخاطئ ومساوئه النفسية كما ذكرتي، النفسية والجسدية، يعني عندما ينال الطفل الضرب سواء من معلمه أو من زميله يترك آثار كبيرة جدا على نفسيته من خلال الاكتئاب والحزن والكره والانفعالات السلبية التي تندرج تحته، وبالتالي ممكن هذا الطالب أن يترك المدرسة أيضا، ممكن يؤثر على تأخيره الدراسي من خلال خجله أمام زملائه أنه يتلقى الضرب، بالإضافة لأن الألم الذي يمكن أن يترك على جسده أو على يديه أو على يعني كيانه، نحن في عملية المدرسة نحن عملية بناء، يعني الطفل هو في مرحلة بناء، المدرس المدير المؤسسة التربوية هي، نحن لا نعلم فقط، هي وزارة التربية اسمها وزارة التربية، لذلك نحن نعمل على التربية، ويجب التأكيد على مفهوم التربية قبل التعليم، لأن التعليم بالمحصلة سوف يحصل، ولكن تربية الشخص هي مسألة معقدة جدا، إذ لم يكن المعلم كفوء جدا ولديه المهارات التربوية والتعليمية في إدارة الموقف، في إدارة النقاش، في إدارة الحوار، في إدارة حل المشكلات، لن نستطيع أن نحصل على شخصيات سوية هادئة مطمئنة يعني قادرة على حل مشاكلها بطريقة سلمية، بطريقة حوارية، بطريقة الإقناع وليس بطريقة العنف. من نحن هذا العنف رد الفعل، والفعل ورد الفعل هذا السريع جدا، هذا هو الذي أدى إلى موت هذا الطالب، لو كان هذا الطفل يعني يدرك أنه التفت لورا على القليل وشاف مين اللي ضربه أكيد ما وصلنا لها الحالة، أو حتى لو ضربه بس مو ضربه بهذا العنف، أو أنه رد يكون رده بسيط، هذا يحتاج إلى استراتيجية كبيرة جدا بذهنية المعلمين يجب التأكيد عليها، لأنه بالنهاية مثل ما قلنا نحن عم نبني شخصية، شخصية بدها بناء، بناء جوانب النفسية، جوانب الاجتماعية، جوانب التربوية، جوانب العلمية، يعني ما بيصير أني أنا أخلق طبيب وهو ما عنده سلوكيات إيجابية، يعني أنا ما بك يكفي أني حط فقط بجعبتي العامل التعليمي فقط، أنا بدي أنشئ سلوك اجتماعي راقي يؤدي إلى بناء المجتمع وليس إلى العمل على هدم مكونات نفسه ومكونات ما يحيط بهم. تمام دكتورة، ركزنا بالبداية على جانب التوعية إن كان للمدرسين للطلاب وحتى للإسراء، دي هذا الجانب كتير مهم لحتى نقضي بشكل كامل على هي الظاهرة، وهذا الشيء مو بالشكل السهل، بده مراحل وبده أيام وبده وقت وطريقة صحيحة. خطة وزارة التربية إذا بدنا نقول بالتفصيل كيف حتكون، إن كانت من جانب التوعوي للمدرسين أو حتى للأطفال، المتابعة الدورية لتمام سير هي الخطة، كيف رح بتكون؟ تماما، هلا
هلا بعد فعلا بعد الحادثه السيد الوزير الدكتور دارم طباع وجه بتوجيه بقيام بلجنه، هلا اللجنه تم تشكيلها من وزاره التربيه لوضع مقومات عمل للقيام بهذه الحمله بكل جوانبها، الاعلاميه، التربويه، الاجتماعيه، وبالتعاون مع مجموعه من الوزارات، ووضعت مصفوفه، هذه المصفوفه تضمنت مراحل اليه العمل، ومن ضمنها يتم تاليف دليل لا للعنف في المدارس، وتم العمل به حاليا. نحن كمديرية بحوث نقوم بإعداد هذا الدليل بالتعاون مع مجموعة من الشركاء لكي نستطيع أن نضع يعني ثقافة منع العقاب، ثقافته يعني نحن نحتاج إلى هذه الثقافة. نعم. الآن كون هذه الثقافة هي ما نحتاج إليها، لأن المعلم مثل ما قلنا يعني هو انضرب بالبيت وانضرب من قبل معلمه، فهو بالتالي لما بيمارس التعليم هو كمان بيضرب، كمان الطالب بيصير بيضرب، يعني عملية تكرار. نحن ما عم نستفيد شيء من أنه وقف العقاب. ليش؟ لأنه كلهم بيعتقدوا أنه العقاب بالضرب هو الوسيلة الوحيدة للتأديب، والتأديب يعني تأديب كثير بده يكون يعني عندما هو التأديب يجب أن يكون إشارة إلى أن هذا التصرف هو تصرف سلبي، وليس عندما نقوم بالعنف ماذا نستنتج يعني؟ إذا قام العنف تماما يعني إذا الطفل قام بفعل وأنا ضربته شو استفدت؟ ما وعيته أنت ليش قمت بهذا؟ لماذا قمت بهذا الفعل؟ لذلك نحن نحتاج إلى إلى إلى, إلى هذا المفهوم، إلى أننا يجب التركيز على ماهية الشيء. يعني أنا الطفل تصرف سلبي لازم وعي انه انت ليش تصرفت، وانا عم نبهك مشان ما يتكرر هيدا السلوك حتى ما تاذي على سبيل المثال زملائك. يعني هذا العنف اللي نفترض عندك عم تقوم بلعب معنف، هذا ممكن ياذيك انت قبل ما ياذي، بيقول لك عم العب، نحن عم نلعب اللعبه، بس يبدا اللعب ما عاد واحد بيسيطر على انفعالاته وعلى اليه اللعب، ممكن اي ضربه تجي على العين، تجي على الوش، تجي على القلب، تجي ممكن تؤدي لحياه الطفل. يعني حتى اللعب بالعنف هو مرفوض بشكل كامل، فما بالك إذا تم القيام بفعل العنف عن قصد وتصميم وذهنية. أيضا ما يشكل عقبة أمامنا الآن هو ذهنية العقاب، أنه أنا بضربه، أنا يعني دائما بالتهديد، أنه أنا بدي الأم بتهدد أبنائها بالضرب، والضرب من قبل الأب، والأب بيقوم بفعله. يعني نحن عندنا محور العنف هو عملية الضرب، اعتقادا من أن هذا التهديد هو ممكن أن يؤدي إلى حل المشكلة، مع العلم أن هذا التهديد أثبتت كل الدراسات وكل الأبحاث والحقيقة أمامنا أن التهديد لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف. نعم. وامتثال شخصية، امتثال شخصية قائمة على مفهوم العنف. يعني في أطفال ما بيفهموا غير بالعنف، ليش تضربيهم بيضربوا، ما عندهم ما بياخذوا هذا. ليه؟ لأنه هن متلقين ثقافي أسري حتى من قبل معلم. إذا معلم يعني ممكن ننتج عنا سببين، إذا معلم قام بفعل الضرب ممكن عنا الطالب ياخذ فعل الضرب أنه هو يقوم، وممكن فعل ثاني تكون ردة فعله، يعني ما بنعرف شو ردة الفعل، ممكن ردة الفعل تكون أنه هو الطالب لا ينسحب ويصير عنده انطواء ويصير عنده خجل ويصير عنده فوبيا من دخوله للمدرسة، أو بيكره المعلم بالتالي بيكره المادة، بيكره المدرسة وبالتالي عندنا بصير تسرب. لذلك موضوع العنف مرفوض، المحبة يعني لما بيكون المدرس بيطفي جو من المحبة، من الهدوء، من الاطمئنان. أهم مسألة في العملية التعليمية أن يشعر المتعلم أنه في بيئة آمنة، هذه مسألة في غاية الأهمية. عندما أأتي إلى مكان وأشعر أنني مرحب به، فهو هنالك تنفرد الشخصية، وبالتالي يستطيع الشخص أن يتكلم ما بحوزته من كل المعلومات التي لديه. أما عندما يشعر بأنه يجلس في مكان غير مرغوب به وهنالك من يهدده، فبالتالي ماذا يصبح لدينا؟ كل انفعالاته، كل قدراته. أيضا يجب أن نأخذ هذا المنحى بعين الاعتبار، أن غير لن تكون فاعلة. هل نستطيع أن نفكر في جو من الخوف والعقاب؟ أكيد لا. لذلك موضوع البيئة الآمنة هي ما تسعى إليها وزارة التربية من خلال نشر هذه الحملة إن شاء الله، وأن يتم القيام بها، ولن يستثنى أحد على الإطلاق، لا مدير مدرسي ولا معلم ولا موجه اختصاصي أو موجه تربوي أو
مرشد من أن يقوم بدوره في هذا العمل، وكل له دوره حسب الخطة التي وضعت من قبل وزارة التربية. نعم دكتورة، يعني كثير انتشرت ظاهرة العنف والتعنيف بين الأطفال، وخاصة بوقت الحرب، يعني بفترة الحرب كثير صرنا نشوف حتى الألعاب صارت عنيفة بين الأطفال. اليوم قد ايه المهم دور وجود المرشد النفسي بهذا المجال، حتى التعليمات اللي تكون موجودة بالمدرسة، ممنوع ضرب، منه مثلا العقوبة رح تكون هيك، توعية ضد العنف مع الأطفال بينات بعضهم، قد ايه حلوة نعم الجو هي الاخوه بين الاطفال، اذا حدا زعجك تجي تحكي لانستك، قد ايه هذا الشيء مهم بوجود ودور تفعيل دور المرشد النفسي. نحن بنعرف صار في مرشد صحي ومرشد نفسي. تماما، نحن هذا الكلام جميل جدا، لكن خلينا قبل ما ناخذ دور المرشد خليني ناخذ دور الاعلام، خاصة بموضوع العنف وخاصة أثناء الحرب. هلأ في مو كل الأطفال شاهدوا الحرب على أرض الميدان، مو كلهم شاهدوا الحرب بالميدان، لكن شاهدوا على شاشات التلفزي. هنالك بعض المشاهد كانت قاسية جدا تعرض من خلال المسلسلات، موضوع الحوارات التي كانت قائمة على العنف مثل باب الحارة، مثل كتير كانت تسليط الضوء على حل المشكلة عن طريق العنف وليس عن طريق الحوار. أيضا أكسبت الأطفال مجموعة من المقومات. دور الأهل كمان، هلا يعني دور الاهل بيكون كثير مضمحل تجاه الشاشه، تجاه الاعلام. الاعلام بيخلي الطفل انه ليك معروض، لذلك هو صح، ما يعرض هو الصح. لا دائما انت بتعرفي ما يعرض هو الصح، لذلك نحن كثير فينا خلينا ناكد على هذا الموضوع، وانا بشير له بشكل كبير جدا، بالاضافه الى ذهنيه العقاب اللي نحن حكينا عنها. لكن انا بدي شيء نتعاون فيه حتى نستطيع نحل. الحرب تركت اثار نفسيه كثير كبيره، اولا الاطفال سمعوا الاحداث، البعض منهم شاف الاحداث، البعض منهم فقد ابويه وبالتالي اصبح يعني شريد، ممكن يعني ما عنده اي حدا ممكن يوعيه باليه العمل، لذلك ممكن ايضا يستخدم العنف. يعني كيف بده يدافع عن حاله؟ ايضا عن طريق العنف. احتكاكه مع زملائه ايضا ما حيكون الا بالخوف والعنف. فبالتالي هذا اثر كثير كبير على نفسيه الاطفال، وبالتالي مع الاسف الشديد انه لاحظنا مجموعه من السلوكيات الغريبه. يعني انت بتلاحظي مثلا اطفال بيحملوا سكاكين، بيحمل آلي حادي، بيحمل مسطرة، بيحمل أي شيء بيدافع عن نفسه فيها، هذا مرفوض بشكل كامل تماما. لذلك والحرب يعني بكل آثارها كانت سلبية، بكل مقتضياتها، بكل أفكارها، بكل حيثياتها كانت سلبية جدا، ومن هون فعلا هي أثرت على أيضا ذهنية الأطفال في حل مشكلاتهم مع بعضهم البعض، وحتى ببناء العلاقات بين بعض الأطفال مع بعض البعض كان قائم على نوع من الخوف، خاصة أنه لاحظنا أنه بعض البيئات مثلا انتقلت لبيئات اخرى، يعني تهدمت بيئات، اجت الاطفال انتقلوا على بيئات اخرى. نعم. مجرد اجى طفل من بيئه اخرى غير البيئه الثانيه كان هنالك في توجس وفي خوف انه من هذا الطفل يعني القادم. لذلك كانت الارشاد الاجتماعي هو الترحيب بالطفل، قامت وزاره التربيه بمجموعه من المبادرات والانشطه والبروشورات انه كيف يرحبون بالطفل القادم من مدرسه الى مدرسه، والترحيب به واندماجه ضمن المدرسه. لذلك سعت وزاره التربيه بهذا الخصوص الكثير من الانشطه لكي يعني نقل نقلل من هذه الفجوة التي تركتها آثار الحرب. نعم شكرا كثير لك دكتورة سبيت سليمان، وبدنا نتمنى لكم كل التوفيق بتطبيق هي الخطة ونجاحها على أرض الواقع. إن شاء الله بتضلوا بخير. أستاذ صباحكم أهلا وسهلا. يسعد صباحك، وإن شاء الله بالتوفيق لكل الكادر التدريسي وطلابنا الأعزاء بالمدارس، والله يحميكم يا رب. شكرا.